ينظر إليها بعين الاعتبار ويلقى وتلقى آذان صاغية لحلها. وأنا إن شاء الله هذا اللقاء إن شاء الله سيوصل لها الاختصاص والناس اللي هي متكلفين بهذا القطاع على مستوى عالي. ولا نطلب من الشيخ، يعني أنا أعطيتنا نبذة عن المكتبة وعن الزاوية وعن التلاميذ. المهم إذا كان في شيء مشاكل اللي راهي لما جايت خطري تقدر تطرحها في إطار نقد البناء، في نقد البناء للسلطات اللي تعرقل لك، لعل يرجعوا إلى طريق الصواب ويحلوا لك المشاكل إن شاء الله. إن شاء الله.